So nothing with you. هاي اخوي اللي يصير تاعنا فهمني في حاجه معناها بكل صراحه معناها المراجعه على المستوي الكل. فهمتي على مستوى معناها التركيبه معناها تاع الهيئه الاداريه ها؟ نصور معناها ينزل يا اخوي اختارني اختارني. مش تكلم تكلم يا ولدي ما تخافش. ثم تونس سبعة نتاع قبل لك يتعاون هاز لا ما تخافش هاي تكلم ما تخافش مش تسمي اشخاص هاي فبعد الركب والتصور نجاوز المسألة نحن المعهد نتاعنا منسي فهمتني نورمالمون مراجعة معناها حتى للبنائات وكل نتصور معناها فيه قبل معناها قرر التعليم المهني ها؟ ايوه في المرحلة هذه الجديدة بكل صراحة معناها مش هو وجود مثلا لي زابيي هذوك الكل يلزم معناها يتنحاو يتبناو في بلاصتهم معناها قاعات حديثة ها و والله معناها نتصور شنو رايك في ثلاثة تاع ليسيسا؟ والله مسألة كبيرة برشا فهمني من داخلة فيها معناها عدة أطراف ثم شروط الارتقاء المجحفة معناها الحق معناها فهمني المنظومة التربوية وكل يلزمها تتراجع برشا تلامذة ما يستحقش باش يتواجد معناها في النيفو الجديد نورمالمون فهمني معناها يتم مراجعة معناها شروط الارتقاء شنو الاوجد هذايا معناها القانون معناها بالصيغه هذه ثم ناس فهمني تلقى روحها في المستوى الجديد ماهيش في المستوى معناها البرنامج معناها نتاع المستوى الجديد وبحكم شروط الارتقاء معناها يتعدى معناها مثلا شنو تتصور باش نجموا نعملوا معاهم الكلام ده هذا ما دامهم موجودين والله شوف هو معناها الاطراف كلها معناها مستقيله من الدوره بتاعها نتصور معناها اعطيني طرف من الاطراف المستقيله ما تبنيش على المجهول معناتها اعطينا طرف نعرفوه معناتها تعرفوا اي معناتها خاطر قلت اطراف انت اعطينا سميهم لنا ولا اعطينا الاطراف اي يلزم مراجعه معناها للبرامج مراجعه كامله معناها للبرامج اي لي كونتينيو نتاع البرامج نتاع البلاد يلزم مراجعتها معناها من اولها حتى لاخرها معناها برشا حاجات ما عادش تتماشى حتى مع العهد اللي دخلنا فيه جديد ما بعد 14 معناها جامع بعد الثوره اي مثلا في مسائل تتعلق مثلا بالتربيه المدنيه ايوه التربيه المدنيه يلزم تعطاها معناها حظوظ اوفر وكل باش تولي تتقرى كيف برشا مواد مثلا ها وتدرج فيها معناها كمادة معناها في الاختبارات الوطنية مثلا ما تتصورش انه عدد الساعات كبير ياسر باش تزيدها مزوايا اخرين معناتها برشا عليها متابعة لا بالعكس المطلوب معناها تنقيص احنا معناها بالنسبة للكم معناها تاع عدد السوايع بالنسبة للتلميذ يظهر لي معدل معناها 33 ساعة 34 في عدة معناها أنظمة تعليمية معناها مقارنة ثم عدة بلدان معناها سابقين معناها في التجربة معناها في الأنظمة التعليمية نتاعهم وكل التلميذ يقرأ 25 26 ساعة